صباح الخير، يعني عاوز احييكم مره تانية ان انتوا جيتوا هنا. يعني فعلا حاجه كبيره اعتقد في عينين ربنا بصراحه. يعني احنا دايما حاسين ان ربنا كده ايه، يعني طالب مننا حاجات كتير واحنا يعني قليلين قوي، بس انا متاكد ان حاجه غاليه في عينين ربنا ان انت قررتي كنيسه النهارده، برغم انه ايه مش سهله. يعني اسهل حاجه كده وانت جاي لقيت المحطه مقفوله ترجع البيت تاني، اسهل حاجه وانت جاي تلاقي الشوارع مقفوله ترجع البيت تاني. فيعني حلو ان انت تحيي نفسك مره تانيه ان انت جيت. يعني بس بصراحة أنا منبهر، يعني مش بس أن حضراتكم جيتوا، لا كمية الأجانب اللي جات، يعني عاوزين نديهم يد رهيبة. يعني جم والشوارع مقفلة وصعب أنك توصل يعني، بس قرروا ييجوا. وأنا على قلبي بصراحة فعلا عاوز أرحب بثلاثة منهم موجودين وسط الأجانب، ثلاثة جايين من أستراليا بقالهم هنا 10 أيام، هم تشاردن وجيرمي وجوشوا. if you can stand up and وخلينا نحييهم كده كلنا مع بعض. God bless you. انا عاوز اقول لكم بس هم مين الثلاثه دول. في فريق في استراليا اسمه سيتي بوينت، ده فريق كبير قوي، يعني ده واحد من 3 أكبر فرق في استراليا، زي هيل سونج وزي بلانيت شيكرز، يمكن في ناس مش سمع الاسامي دي، بس دي فرق مهمه قوي يعني هناك. وان هم يقرروا ان هم يجوا هنا 10 أيام، يعني الناس اللي بيبقوا زي الناس دول بيجوا كده ايه 2 أو 3 أيام، يعني يدوا محاضره محاضرتين، انما هم قرروا يجوا بقالهم 10 أيام بيدربوا فرق الشباب اللي عندنا بتاعت التسبيح. والاسبوع اللي احنا فيه ده اسبوع مش سهل زي ما انتم شايفين، كانوا عاوزين يفطروا النهارده الصبح، ما كناش عارفين نجيب فطار عشان كل المحلات مقفله وفي يعني محاوطين من كل ناحية، فيعني لو معاه أي سندويتش فول ممكن يساعدهم. بس جايين في ظروف صعبة، جايين في ظروف فعلا مش سهلة، عاوزين يخدمونا 10 أيام، سايبين أهاليهم هناك. ففعلا نفسي نديهم مرة تانية يد. Guys, we thank you for coming in Egypt. God bless you. And it's very precious to us that you came. نفسي قبل ما اتكلم بكلمه ربنا، اعتقد محتاجين نصلي، صح؟ محتاجين عامه مش بس نصلي للنهارده، بس نصلي لمصر ان ربنا يحقق مشيئته في مصر، وان بنحط البلد دي في ايدين ربنا. انا مش عارفين بالظبط ايه هي المشيئه بتاعت ربنا، القسيس كان بيصلي كده امبارح، بس عاوزين ربنا يدي حكمه، عاوزين ربنا يدي مشوره من عنده، عاوزين ربنا يحقق مشيئته. فاتعبكم مره تانية نقف، يعني الصلاه دي محتاجه وقفه كده، محتاجه نبقى جد شويه واحنا بنصليها. لو تعبان ممكن تقعد، بس ارفع ايدك كده وصلي للبلد، قول يا رب بحط بلدي دي اللي انا بحبها في ايديك، يا رب املاها بالسلام، املاها بالسلام يا رب، ابطل كل مشوره اشرار، ابطل كل مشوره من الشيطان، ابطل كل عمل شيطاني عاوز يدمر بلدنا باي طريقه. تعالى يا رب مد ايدك على بلدنا، طهرها يا رب من كل عمل شرير، طهرها من كل فساد، طهرها يا رب من كل التواء. تعالى يا رب اشكرك انك تطرد كل روح غي من وسطنا. تعالى بحكمه يا رب، تعالى بحكمه للمسؤولين، تعالى بحكمه لرئيس الجمهوريه، وتعالى بحكمه يا رب للناس، لكل الشعب، تعالى بحكمه على كل واحد فينا يا رب. سلمك البلد دي، بنحب البلد دي، بنحب كل واحد في البلد دي. تعالى وبارك كل شخص في البلد، مد ايدك على كل مصري، مد ايدك على كل مصري، لان انت اللي وعدت قلت مبارك شعبي مصر. بشكرك يا رب لان البلد دي فعلا تبقى تسبيحه لاسمك، بنصدق انه يكون في مذبح في وسط ارض مصر يكون تسبيحه لاسمك، ويا رب البلد دي ترجع تسبحك مره تانية، وترجع ترفع اسمك مره تانية، ونهلل ليك مره تانية باسم يسوع المسيح. امين امين. تفضلوا. طيب انا على قلبي حاجه يمكن لها علاقه شويه بالوعظه اللي سمعناها الجمعه اللي فاتت، بس مش قوي يعني، بس كم حد كان موجود هنا الجمعه اللي فاتت؟ يعني الوعظه كانت فيها تحدي قوي قوي، يعني يمكن حسينا ان احنا يا قليلين قوي، والراجل كان بيوعظ كان من سنغافور، من سنغافوره، يعني بيجيبوا فعلا الاف الناس، وكان بيتحدانا ان احنا نكون نور وسط الظلمه، وان احنا نجيب ألوف الناس ونتلمذهم في بلدنا، اللي أعتقد هي محتاجة جدا 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 إن إحنا نكون بنفرق في البلد دي. والآية اللي على قلبي يمكن هقراها من إنجيل متى وإنجيل لوقا، بتتكلم إزاي أكون منور، إزاي وأنا ماشي كده أكون منور، بتتكلم على سر اللي هو العين. والكلمات دي بتيجي في متى 6 عدد 22، وهقراها مرة تانية من لوقا 11، بس في متى 6:22 بيقول كده: سراج الجسد، يعني اللمبة اللي بتنور الجسد وكيان الإنسان، هو العين. إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً. يعني السر في عيني، لو عيني بسيطة
جسدي كله هيكون منور، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلم. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كان يكون. يعني بيقول لو المصباح، لو اللمبة دي اللي هي مفروض تنور، لو هي اتطفت يعني الظلمة هتبقى في كل حتة، موضوع ملوش حل خالص. ويكرر تاني المثل ده في لوقا 11، بس أكتر ما يركز على الظلام بيركز على النور أكتر. في لوقا 11 وعدد 34 أو عدد، خلينا نقرأ من عدد 33، تتكلم عليا وعليك، بيقول ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، مفروض تنور قدام الناس ما تبقاش مستخبي، بل يضعون السراج على المنارة، نور قدام الناس لكي ينظر الداخلون النور. ناس كتيرة محتاجة تشوف النور اللي جواك بدل ما تخبيه. وبعدين بيقول سراج الجسد هو العين، ومرة تانية بيقول فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما. انظر إذن لألا يكون النور الذي فيك ظلمة. وبعدين بيقول إن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله، كما حينما يضيء لك السراج بلمعاني. غمض عينك كده وقول له يا رب أنا عاوز أنور في وسط الظلمة. يا رب أنت أوجدتني في منطقة وفي بلد محتاجة أنها تشوف نورك، محتاجة أنها تشوف حقك، محتاجة أنها تشوف سلامك، محتاجة أنها تشوف خلاصك. يا رب اعلن عن نفسك من خلالي، زي ما بولس الرسول كان بيقول أن أعلن ابنه فيا. يا رب عاوزينك تعلن يسوع فينا، عاوزينك تنور جوانا، والنور اللي جوانا ده يطلع لكل الناس يا رب، المكسورة والمجروحة والتعبانة والقلقانة واللي خايفة واللي مضغوطة من ظروف كتير واللي مسجونة من عدو الخير. يا رب أشكرك أن أنت تيجي من خلالنا وتنور، تيجي تقول قائلا للأسرى أخرجوا، للذين في الظلمة والذين في الظلام اظهروا. تعال يا رب وفك ناس كتيرة من قيود، تعال وحرر ناس كتيرة من السجون. يا رب أنا بصلي فعلا نكون منورين ما نكونش مظلمين. يا رب كفاية ظلمة، كفاية ظلمة يا رب في حياتنا، وكفاية ظلمة وسطينا يا رب كجسد للمسيح، وكفاية ظلمة في بلدنا. تعال يا رب بنورك باسم يسوع، علمنا النهاردة، علمنا إزاي نكون منورين، وشجعنا إن احنا نكون منورين. وباسم يسوع عدو الخير يطرد من وسطينا، الشيطان ما يكونش ليه مكان، ونورك يملى حياتي، نورك يملى كنيستي، ونورك في اسم يسوع يملى مصر، في اسم يسوع يملى مصر، نورك يغطي مصر، ومعرفتك يا رب تغطي بلادنا، تغطي بلادنا بالكامل في اسم يسوع المسيح. امين امين. تفضلوا. النهارده يعني شغلاني قوي الفكره بتاعت ازاي نكون منورين ما نكونش مظلمين. وفي الاول بصراحه عاوز اتكلم انه عمرك شفت حد مظلم وعمرك شفت حد منور ولا لا؟ انا بشوفهم، يعني مش عارف حد جرب قبل كده يقعد مع حد، مش عارف الجمله دي صح ولا لا يعني، بس بيشع ظلمه، يعني الظلمه اللي جواه كده يعني تحسها جاي عليك وبتخبط فيك، يعني تبقى عاوز في وسط القعده فعلا تمشي. مش عارف كم حد ممكن يعترف على نفسه الاعتراف ده، انه انت قاعد مع بعض الناس بتبقى فعلا عاوز تمشي بسبب الظلمه والسواد والجحيم اللي جوه. عارفين في ناس مبتسمه غالبا، يعني بتبقى قاعد مع حد كل كلامه سلبي، يعني كل كلامه سلبي، كل كلامه سلبي، وغالبا بيتكلم سلبي على الناس. وعلى فكره هو يمكن بيقول حقيقه، وفي اغلب الاحيان بيكون بيقول حقيقه، يمكن ما بتكونش نميمه، بس انت بتكون تعبان من كتر الكلام السلبي السلبي السلبي. او واحد مليان بالخوف، مليان بالاحباط، ومتاكد ومتيقن ان عمرها ما هتفرق في حياته، وتيجي تكلمه في كلمة ربنا يصدك تماما، تيجي تكلمه بكلمة رجاء يصدك تماما. هو خايف، هو محبط، هو دايما لما بيشوفك زي المسرحية دي لما كان هاني رمزي بيقول مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. ناس كتيرة لما بنقعد معاها ممكن تحس ان هي في ظلمة، في كلام سلبي، في تعب، او ممكن يكون بيتكلم عن نفسه كتير، دايما هو فخور بنفسه، دايما عنده عزة نفس، دايما حاسس ان هو احسن واحد في الدنيا. الناس دي لما بتقعد معاه ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، بتكون عاوز انك تمشي، بتحبهم بس حاسس انت مضغوط، حاسس انت مش قادر تكمل معاهم. انا طبعا اشجعك اقعد مع ناس تحبها، بس انا خايف ان انا وانت نكون كده. انا خايف انا وانت نكون متعبين ومزعجين للناس، مش نور للمسيح. يمكن انا جيت للمسيح بس للأسف أنا مش في شركة معاه، فبتعب الناس اللي حواليا، والناس بتنفر مني. وشفت ناس كده، شفت ناس
جم للمسيح بس الناس بتنفر منهم. بس النهارده مش جاي اتكلم على دول، جاي اتكلم على الناس المنوره. حد قبل ما قبل كده مع حد منور يعني بتلاقيه ده فعلا بقى بيشع النور. يعني مش عارف قابلتهم ولا لا، بس تلاقيه مظلوم، يعني هو فعلا اتظلم في حياته بس بيحب برغم الظلم ده، وبيحب بجد. يعني مش في ناس بتقول اي كلام من بره، احنا تعودنا كمصريين كده نقول كلام من بره ملوش علاقه باللي جوه، الحمد لله اهي مستوره، نحمد ربنا ونشكره. بس في ناس بجد من جوه بتبقى فرحانه تماما، يعني برغم ان انت عارف ان هي اتظلمت من فلان بس جواها فرح وحب غير عادي لفلان ده. قليل قوي 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 لما تلاقيه بيتكلم كلام سلبي وتفتكرها له كده ان هو مره من سنتين ونص يعني قال كلمه سلبيه على شخص، بس دي مش العاده بتاعته. قليل قوي 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 لما تشوفه بيفتخر بنفسه وان هو دايما بيتكلم على نفسه، كلامه مليان بالرجاء، كلامه مليان بالنور، كلامه مليان بالاشاره ليسوع، ان في رجاء في يسوع. بتحبوا تقعدوا مع الناس دي؟ انا نفسي نبقى من الناس دي، ان احنا فعلا بننور. وعاوز احكي على واحد انا بصراحه منحاز ليه جدا، متعصب ليه جدا، بحبه جدا في سفر اعمال الرسل، اسمه برنابا. هو بصراحه برنابا ده ما كانش اسمه الحقيقي، هو اسم الرجل الحقيقي كان يوسف، بس هم ادوا له اسم شهره برنابا. واسم الشهره ده زي اسامي الشهره اللي احنا بنديها كده، زي كيمو زيزو بيبو لولو فوفو والحاجات دي، بس هو برنابا ده اسم الشهره التلاميذ اطلقوه عليه، لان معنى الاسم ده ابن الوعظ، ومش معناه ان هو بيوعظ، مش معناه ان هو عايز، بس معناه ان هو مشجع. الوعظ في اعمال الرسل بالذات والعهد الجديد كان اكتر بيحمل الكلمه دي انكورجمنت، ان انا بشجع الناس اللي حواليا، انا عاوز اطلع الناس اللي حواليا لقدام. وبرنابا ده شخصيه مميزه جدا في اعمال الرسل. انا بولس فعلا بحبه على عيني وراسي، ويعني هو اللي نشر المسيحيه في اوروبا، بس انا بحب برنابا بصراحه يعني لما اطلع السما بعد ما اقعد 15 مليون سنه مع المسيح هقول له ثانيه واحده عاوز اشوف برنابا وارجع لك تاني، لان فعلا برنابا شخصيه مميزه جدا. اللي قرا اعمال الرسل 11 يلاقي قصه غريبه قوي في اعمال الرسل 11، مش عارف لها علاقه بينا ولا لا. بطرس رجع من بعد يعني قصه عظيمه جدا، ان هو بشر كرنيليوس قائد 100، وكرنيليوس قائد 100 الاممي الوثني، او يعني كان بيحاول يقرب من ربنا بس قبل المسيح وتغير هو واهل بيته. فاكرين لما بطرس رجع في اعمال 11 في الاول خالص ايه اللي حصل؟ المسيحيين بس اللي جايين من خلفيه يهوديه ومتعصبين جدا لسه للنظام اليهودي عملوا فيه ايه؟ خصموه يعني مخصمينه ليه؟ لان هو بس مش حتى ان هو كلم كرنيليوس بكلمه الخلاص وكرنيليوس اتغير، لا، ان هو بس جه اكل مع ناس امميين، ان هو جه اكل مع الناس المختلفه عننا الكفره دول، انت ما ينفعش اصلا تكلمهم. وخصموا الذين من اهل الختان، الناس دي خصمته، ودول كانوا ناس في الكنيسه بس خصموه، يعني رفضوه لان هو راح لناس مختلفين عنهم. طبعا احنا بعد 2000 سنه من مجيء المسيح، بعد التطور الانساني وبعد ما فهمنا وتنورنا وجي عصر التنوير، احنا مختلفين خالص عن الناس دي، صح؟ احنا لو في حد مختلف عننا بنحبه ونقبله 100 100 وما بنتكلمش على حد، مش كده؟ ولا لسه فينا الداء ده؟ الضلمه دي اللي زي الناس الذين من اهل الختان، ان هم اي حد مختلف عني انا مش عاوزه. يعني تلاقي واحد اتغير ومسيح حرره، وبعد ما كان مدمن اتغير خالص، بس اتغير في كنيسه مش كنيستي، اقول على التغيير ده مزيف، اقول اصله بيروح كنيسه مش كنيستي فاللي حصل له ده يبقى مش صح، واقعد اقول عليه كلام غلط. انتوا عارفين انا شخصيا انا ساعات بسمع وعظه من وعظ انجيلي بتعزى، بامانه ببقى خايف اروح لواحد تاني اقول له انا اتعزيت من الوعظ ده. عارفين ليه؟ لا يطلع فلان ده بيكره الوعظ دوت، ببقى حاسس يعني التنشنه وصلت للدرجه دي ان انا ما بقيت مش عارف مين بيحب مين ومين ما بيحبش مين، فانا قاعد متلخبط لانه ابليس جه بضلمه فينا، ابليس جه فعلا بانقسامات فينا ومش قابلين بعض، مش قابلين بعض. بس برنابا ما كانش كده، ودي الحته اللي عاوز اقراها. اعمال 11 بعد ما بطرس كانوا مخصمينه اهل الختان، وبعدين شرح لهم وبعدين اتصالحوا يعني بالعافيه، يعني بيقول الكتاب ان هم سكتوا، يعني في الاخر بعد ما بطرس شرح لهم سكتوا. بس يجي في اعمال 11 عدد 19 ويقول كده: اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقيه وقبرص وانطاكيا
وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، لأنه عيب إن أنا أتكلم بكلمة ربنا لحد مش شبهي مش زيي. لكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا عملوا حاجة غريبة، كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، فبيكلموا ناس مش يهود يهود يعني إنهم مختلفين عننا. وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. مشكلة كبيرة إن ناس مش يهود قوي جمل الرب يسوع المسيح، فبالنسبة للكنيسة الأولى دي تبقى مشكلة إن دول كفرة، دول كانوا بيسموهم الكلاب. فبصوا اللي حصل بقى في عدد 22، فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي فين؟ في أورشليم، اللي هم فيهم ناس كتير قوي متعصبة، وبعدين قالوا عاوزين نبعت لهم حد، بس عاوزين نبعت لهم حد مش مظلم مش مقفل، حد بيحب يشجع الناس. فقعدوا يقولوا نبعت مين نبعت مين نبعت مين نبعت مين؟ برنابا. فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله عمل إيه؟ فرح، ما قالش دول مختلفين عني، ما قالش دول يعني أنا ماليش فيهم، فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. يعني هو كانت مهمته الرئيسية اللي هو رايح للكنائس دي يعمل إيه؟ يشوف الناس اللي قبلت الرب يسوع المسيح، يشددهم أنه في وقت الضيق وفي وقت الاضطهاد لا اثبتوا وخلي قلبكم ثابت بعزم القلب أن أنتوا فعلا تثبتوا في الإيمان بالمسيح. دي كانت مهمته الرئيسية، هو ما كانش جاي يعمل أي حاجة تانية. بس بصوا الآية اللي جاية، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا بالروح القدس. ودي بالنسبة لي يعني منور، شخص منور، لأن هو شخص منور. إيه اللي حصل بطريقة أوتوماتيكية، بطريقة حتى هو يمكن ما كانش ده الهدف الرئيسي اللي جاي علشانه، فانضم إلى الرب جمع غفير بسبب الرجل ده كان منور، بسبب الرجل ده كان مليان بالروح القدس. ناس كتير حواليه اتغيرت، وده اللي سمعناه الجمعة اللي فاتت، ده التحدي اللي سمعناه الجمعة اللي فاتت، إن بحياتك تقدر تكون منور وتقدر تكون مؤثر وتقدر تكون سبب في خلاص ناس كتير حواليك، لو أنا منور، لو أنا مليان بالمسيح، لو أنا مليان بالروح القدس. بس عاوز أقرأ الآية اللي بعدها كمان، رجل النهضة الفظيع ده برنابا راح في نيقية أو قبرص والحتة دي اللي الناس كتيرة جت فيها ربنا، وبسببه مش بس المؤمنين سبتوا في ربنا، لا ده طلع كمان في نهضة خلاصية حصلت وانضم جمع غفير. بصوا الرجل المنور ده يعمل إيه، عدد 25، ثم خرج ساب كل الهيصة دي، خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول. وعارفين اللي يدرس كتابه المقدس بالذات في الحتة دي، الحتة دي تقريبا كان شاول ابتدى يضطهد جامد جدا في أورشليم، وبسبب الضيق والاضطهاد في كم إصحاح قبلها قالوا له ارجع طرسوس بلدك لأن انت عامل لنا مشاكل وحيضربوك وحيقتلوك، ارجع طرسوس بلدك وقعد فيها وخليك فيها، ارجع البلد اللي انت جيت منها وخليك هناك. والناس اللي بتدرس أعمال الرسل بتدرس بالتواريخ بتقول إن بولس قعد في طرسوس دي، في ناس بتقول 11 سنة، في ناس ممكن تقول 7 سنين 8 سنين، بس واضح إنه قعد فترة كبيرة يمكن اتطفت فيها الدعوة، يمكن ربنا قال له أنت هتكون نور للأمم، بس هو قعد في طرسوس سنين كتيرة مش سنين قليلة، وقاعد في بلد واحدة مش بيبشر مش بيخرج برحلات تبشيرية. ومين افتكره؟ برنابا. برنابا افتكر إن شاول اللي هو بولس قاعد يمكن مرمي في طرسوس، فخرج لطرسوس. والفعل هنا بتاع خرج يطلب شاول، يطلب دي يعني بيدور عليه، يعني مش إنه عارف عنوانه بسهولة، لا بذل مجهود علشان يعرف يلاقي شاول ويشجعه مرة تانية ويرجع بيه أنطاكيا مرة تانية. وبسبب الآية دي بولس رجع مع برنابا وابتدى يبشر يمكن كل أوروبا بعد كده لحد ما وصل أسبانيا، بسبب إن في واحد كان فاكره وكان بيشجعه، لأن الراجل ده كان منور وكان دايما برنابا ده مشجع. حتى الخناقات بتاعته كانت راقية، يعني في يوم من الأيام اتخانق مع بولس، بس خناقة راقية في وجهة نظري، يعني هو اتخانق مع بولس عشان كان صعبان عليه مرقس، يعني مرقس كان يعني سنة كده يمكن في الأول ما بيحبش الخدمة، يمكن راح معهم الرحلة التبشيرية الأولى ورجع من النص، فبولس ما يحبش الحال المايع ده فقال ما ياخدش مرقس معهم مرة تانية. بس برنابا صعب عليه مرقس لأن برنابا بيحب يشجع، لأن برنابا مليان بالنور، ففضل مع مرقس لحد ما مرقس ده كان سبب في خلاص أمة بحالها
الأمة اللي احنا فيها، وأن الأمة دي في أول 3 قرون أول 4 قرون كانت هي نور رئيسي للإعلان المسيحي، كان نور رئيسي للإيمان بالمسيح بسبب مرقس، لأن صدق فيه مين؟ واحد اسمه برنابا. فأنا بحب برنابا ونفسي فعلا أكون منور زيه، ونفسي أكون لما بروح مكان المكان ده بيتغير بسبب النور اللي يسوع حطه فيه. أتمنى يعني بعد المقدمة دي أن أنت تكون فعلا مشتاق أن أنت تكون منور، أن أنت فعلا يكون نفسك أن حياتك يكون ليها معنى، فلما تروح مكان المكان ده جوه يختلف بسبب أن أنت موجود فيه. في خدام اتكتب عنهم كده ان هم لما كانوا يروحوا مكان كان الناس اللي في المكان ده تتبكت من قوه حضور ربنا. اعتقد شارلز فيني واحد منهم، شارلز فيني كان واحد من الناس يروح المكان حتى قبل ما يتكلم الناس تتبكت من حضور ربنا. ده اللي حصل لزكا، ان زكا يسوع لسه ما تكلمش، يسوع ما قالش حاجه في البيت، تاب على طول سلم حياته من قوه الحضور اللي في حياتك، من كتر النور اللي في حياتك. اتمنى ان انت تكون مشتاق ان حياتك يكون فيها نور، لان انت لو مش مشتاق لكده هتزهق قوي بقيه الوعظه، لان بقيه الوعظه هتكلم ازاي اكون نور. يعني من الايه اللي انا قريتها دي انه العين هي سراج الجسد، العين مفتاح رئيسي في ان كياني كله يكون منور. لو ظبطت عيني، لو خدت بالي من عيني، ده مفتاح رئيسي وكبير جدا بحسب الايات اللي قريناها ان فعلا كياني جسدي يكون منور. فمنين ما اروح الناس تستريح؟ منين ما روح يتكتب عني الآية دي؟ لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا بالروح القدس انضم جمع غفير إلى الرب، لأن حياتي بتشجع الناس أن هي تقبل الرسالة. فأنا عاوز أتكلم النهاردة على العين، هعدي على يمكن 5 حاجات في العين مهمين أو إحنا بناخدش بالنا منهم جم في الكتاب المقدس، أنه إزاي أحفظ عيني، أخاف على عيني من إيه. وأول حاجة عاوز أقولها الكلمة اللي جت في الآية، الآية قالت عينك محتاجة تبقى إيه؟ كلمة غريبة قوي، عينك محتاجة تبقى بسيطة. طبعاً أنت إحنا في اللغة المصري العامي لما تسمع العين بسيطة بتحس إنه عيني بسيطة يعني إيه؟ أنا ما بحبش يعني يبقى عندي طموح، مش عاوز حاجات كتيرة، أنا برضى بقليلي. مش ده معنى بسيطة هنا خالص، يعني بسيطة مش معناها كده. بسيطة هنا معناها إن هي أنا مركز على حاجة واحدة، أنا مركز على شخص واحد بس، مش متشتت ب500,000 حاجة. يعني بصراحة عكسها العين المتشتتة، العين اللي هي معقدة قوي متلخبطة ب500,000 حاجة، العين البسيطة اللي بتبص على حاجة واحدة. وحتى في الكاميرا عشان يجيبوا صورة مظبوط لازم يركزوا على حاجة واحدة، بتركز عليها بتعمل فوكس، وبقية الحاجات حواليها بتبقى إيه؟ بتبقى مش باينة. لو أنت عاوز تشوف كل حاجة مش هتركز على حاجة واحدة مش هتعرف تشوف حاجة. وده معنى الآية، ودي الكلمات اللي جت في كورنثوس الثانية إصحاح 11. بصوا بولس بيقول إيه، بولس بيقول لأهل كورنثوس اللي هم مؤمنين. هنا هو مش بيكلم ناس مش مؤمنين، بيكلم ناس مؤمنين ورسالته الثانية. وبعد ما حصل شوية توبة في كنيسة كورنثوس لأن هم كانوا متخانقين مع بعض وكان في وسطهم زنا وكانت حاجات كتيرة، الرسالة التانية بيقول لهم إيه؟ إني صح 11 عدد 2، إني أغار عليكم غيرة الله. يعني ربنا غيران عليكم، يعني ربنا غيران عليك. مش عارف جالك إحساس غيرة قبل كده، بس مش غيرة من حد، لا، تبقى بتحب حد قوي وصعبان عليك إن هو بيسيبك كده ويمشي بعيد عنك، يبقى في جواك كده اشتياق ان انت يرجع لك مره تانيه تسترد العلاقه دي. اني اغار عليكم غيره الله ليه؟ لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح، لكنني اخاف عليكم، خايف على المؤمنين، انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح. والبساطة هنا مش يعني المسيح طيب وبسيط وحنين، يعني خليك بسيط زي المسيح، لا مش ده المعنى. البساطة يعني انت تفضل فوكست، ان انت تفضل مركز على المسيح، بدل ما يحصل لك زي حواء اللي عينها تشتتت بأمور تانية والحية خدعتها. واحنا بيحصل فينا كده، احنا بنيجي الكنيسة متشتتين. فانت جاي في يوم زي النهاردة غالبا انت النهاردة متشتت بإيه؟ عاوز تعرف ايه اللي بيحصل في ميدان التحرير، فيمكن كل 5 دقايق بتفتح الموبايل كده تشوف ايه الاخبار، او يمكن النهارده هترجع طول اليوم هتتفرج على ايه اللي هيحصل. انا فاكر يعني فعلا من اصعب الايام في حياتي، مش بسبب الثوره بس بسبب حاجه تانية، من 25 يناير 2011 ل 11 فبراير كانت من اصعب الاوقات، مش لسبب سياسي او حاجه.
انا في الوقت ده قعدت 18 يوم تقريبا، وبالذات اول اسبوع، بالذات اول اسبوع من ساعه ما اصحى لحد ما انام، عارفين بعمل ايه؟ بتفرج على الاخبار. والاخبار بصراحه ساعدتنا، يعني مش عارف ازاي هم كلهم اتفقوا، هم كانوا 24 ساعه مشغلين اخبار ايه؟ مصر. يعني تفتح قناه العربيه هي ما فيش اخبار تانية غير مصر، مش عمرها ما حصلت في التاريخ ان قناه تفضل مركزه مع بلد واحده. قعدت مركز 24 ساعه لمده يمكن اسبوع اسبوعين في الاول، وبيقولوا كلام حقيقي على فكره، يعني هو بيقول بينقل الارض الواقع، بس انا تعبت في الاخر. اتعبت لان انا متشتت ب 500 الف حاجه، ما قعدتش قاعده مع ربنا في الوقت ده 10 ايام او يمكن اسبوع، ما قعدتش قاعده مع ربنا. خرجت تحت، انا خرجت فعلا تعبان، انا ما كنتش مركز عينيا على ربنا، ما كنتش مركز عينيا على الشركه مع يسوع. واحنا ساعات كتير بنتشتت، ممكن تيجي الكنيسه بس انت متشتت، ممكن تقرا الكتاب المقدس بس انت متشتت. وكلمت مره قبل كده انه تكلم يا رب لان عبدك سامع. الموبايل ده بيشتتنا كتير قوي، لو انت عاوز فعلا تقعد قاعده مع ربنا نص ساعه او ساعه محتاج تقفل الموبايل ده، لان هو فعلا 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 بيشتت وبيسحبك بعيد عن ربنا. وكل اللي الشيطان محتاج يعمله عشان حياتك تبقى ضلمه وصعبه ان هو يبعدك عن الشركه دي مع ربنا. طبعا ما جاتش في الكتاب المقدس القصه اللي انا هحكيها دي، بس انا متخيلها، متخيلها، ممكن اكون بقول كلام غلط بس يعني اتخيل كده ان الحيه جت لحواء لما لقيتها لوحدها، وده ما كانش موقف الطبيعي اللي المفروض حواء تكون فيه، يعني ده خيالي بيقول لي. الموقف الطبيعي اللي بحسب تكوين واحد واثنين، بحسب ما انا قريت يعني بكل بساطه، المنظر الطبيعي ان ادم وحواء جسد واحد قاعدين مع ربنا في الجنه، ده المنظر الطبيعي، دي الشركه، يعني ده اللي ربنا خلقه. بس الموقف بتاع تكوين ثلاثه غريب. اولا حواء مش مع ادم، يعني في حاجه حصلت، يعني بعدوا عن بعض، وهما الاثنين مش مع ربنا، كل واحد لوحده، يعني ده مش منظر طبيعي. اتوقع، اتخيل، يمكن اكون غلطان، ان الحياه اختارت اللحظه دي، ان انا بعدت فيها عن الشركه، ان انا يعني ايه زهقت شويه من الشركه كده، فالحياه جت تخبطني في الوقت دوت. خيالاتي بتقول لي انه يمكن ادم وحواء كانوا ماشيين مع ربنا، وبعدين قالوا له بص يا رب يعني عاوزين شويه لوحدنا كده، فيعني شويه بس هنرجع لك مره ثانيه. وبعدين بتخيل برضو اول ما بعدوا عن ربنا ايه اللي حصل لهم، هما الاثنين بعدوا عن بعض. طبعا يعني القصه مش موجوده زي ما انا قلت كده في الكتاب المقدس، بس حتى لو القصه بتاعتي غلط اعتقد الكتاب المقدس كله بيحكي من اوله لاخره القصه دي، ان انا بزهق من ربنا، بقول انا مش هخش في شركه معاك، فببعد عنه، فحياتي بتتدمر، وعلاقتي بمراتي وعيالي بتتدمر. ده اللي الكتاب المقدس بيقوله. برضه لو مش مقتنع ان ده الكتاب المقدس بيقوله، اعتقد حياتنا بتقول كده، ان لما ببعد عن الشركه مع ربنا الشركه بيني وبين مراتي بتقل، والبيت بيبقى مظلم. عارفين بيوت مظلمه؟ انا عارفها، سهل قوي تلاقيها، يعني سهل قوي تخش البيت كده تحس الجو فيه مظلم، الاب والام متخاصمين فيه، الاب والولاد متخاصمين فيه، محدش بيتكلم فيه، المسيح مش موجود فيه، الشركة مقطوعة، أنا قطعت الشركة بيني وبين ربنا. العين البسيطة عين مركزة على يسوع. ودي الترنيمة الغريبة اللي احنا أحيانا بنقولها والناس يمكن بتتلخبط فيها، عارفين خدني قدام عرشك وريني جمالك، ومعين بيقول إيه وريني عينيك. وناس كتير بتقول يعني إيه وريني عينيك، يعني أنا هبص على عينين يسوع هي ملونة هي خضرة هي زرقاء؟ لا مش ده المعنى، بس المعنى أنا لو عاوز أكلم شخص بتركيز أنا محتاج أبص له في عينيه. في مدرسة المسيح في شفاء النفس القسيس بيقول كده، لما تيجي تقول كلمة لحد وتقوله يمكن كلمة ربنا ليه، مش فاكر كنا هنقول ايه في اللحظة دي بالذات يعني، بس بتبص له فين؟ في عينيه. بنقول ايه كلمة ربنا النبوة؟ هو هيقول لي بعد الوعظة بنقول ايه، بس بنقول كلام حلو يعني، محتاج تقولها له في عينيه. لو قلتها مش في عينيه يبقى انت مش مهتم بيه ومش بتركز معاه. بقعد مع ربنا ولا لا؟ احنا ساعات بنعرف عن ربنا معلومات، وده الفرق بين التلاميذ والفريسيين على فكره. يعني التلاميذ والفريسيين، التلاميذ كانت ناس فعلا عاميه، عاميه مش متعلمين، وكان دي دايما التهمه للكتبه والكهنه والفريسيين بيقولوها على التلاميذ، هؤلاء ناس، وكان بطرس ويوحنا عاميان، يعني انتوا مين انتوا عشان تعلمونا، احنا اللي عارفين كل المعلومات. بصراحه معاهم حق، يعني هاخد صف رؤساء الكهنه والكتب والفريسيين، معاهم حق، هم فعلا عارفين معلومات. يعني في متى 2:4 فاكرين لما المجوس جم لهيرودس يقولوا له
احنا عاوزين نعرف فين المولود ملك اليهود. هيرودس مش عارف، فقال يسأل مين؟ مين اللي عارف؟ الكهنة والكتبة. فمتى 2:4 تقول ايه؟ جمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، سألهم اين يولد المسيح. اتوقع ايه؟ اتوقع الكهنة والكتبة يتلخبطوا يقولوا له طب ادينا يوم يومين نرجع ندرس الكتاب ونرجع لك. ما حصلش كده على طول. قالوا له ايه؟ قالوا له على طول في بيت لحم اليهودية، يعني بسيطة يعني، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حافظين الرد يعني، عارفين الناس دي حافظ الرد على طول يعني. أنا طبعا حلو أنك تكون حافظ الرد، بس أنا مشكلتي إيه بقى؟ ما كلفوش نفسهم يعملوا إيه؟ الكهنة بقى والكتبة دول يعملوا إيه؟ يروحوا بس بيت لحم يشوفوا هو فعلا ملك اليهود ده اتولد ولا لا. عارفين بيت لحم كانت تبعد قد ايه عن المكان اللي هم فيه؟ 7 كيلو. 7 كيلو يعني 7 كيلو دي تقريبا يمكن العباسيه هنا اهو، يعني لو مشيتها مشي كده تاخد ساعه ساعه ونص بالكتير. انا عارف الاجابه بس مش عاوز اروح اتقابل مع الملك ده. المجوس مش عارفين الاجابه، مش عارفين معلومات كتير، بس عملوا ايه؟ راحوا عاوزين يشوفوا الملك. والتلاميذ حاجات كتيرة في الأول ما كانوش يعرفوها، لما يسوع دعاهم ما كانوش خبرة في الكتاب قوي، بس عاشوا معاه، شافوه، سمعوه، لمسوه. دي التلمذة. أنا بتغير لما بتقابل معاه، ده اللي أنا كنت بقوله في المرة بتاعت الروح القدس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير. لو أنا واقف قدامه، لو أنا عايش قدامه، أنا بتغير. إنما عاوز ما تتغيرش، عاوز حياتك تبقى مظلمة، خلي الشيطان يسرق الشركة دي، يسرق العين البسيطة اللي مركزة على المسيح ومتشتتة بخمسمائة ألف حاجة تانية. هتلاقي حياتك بتضعف 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 وبتظلم. بس عاوز أقول 4 حاجات تانية سريعة جت في الكتاب المقدس على العين، زي فيروس كده بتيجي للعين. فيروس بتيجي على عينك تخلي عينك مظلمة، وبعدين هيبقى كيانك كله مظلم بسبب أن عينك أنت ما ظبطتش الداخل والخارج ليها إيه. واحدة من الحاجات المشهورة جدا تتقال على العيون شهوة العيون، ان دي حاجة بتدمر حياتي، ان انا عندي شهوة عيون. وشهوة العيون هي رغبة امتلاك الاشياء. انا عاوز امتلك حاجات كتيرة قوي، انا نفسي في ده ونفسي في ده ونفسي في ده. وعلى فكرة من اكتر الناس اللي عندها شهوة العيون الناس اللي معاها حاجات كتير، مش اللي معاها حاجات قليلة. فاكرين اخاب كان عنده قصر كبير جدا، بس هو بيبص من قصره شاف حتة جنينة حلوة، لو ضمها للقصر بتاعه يبقى القصر بتاعه أجمل وأجمل. هو قصره أكيد جميل لأنه قصر مين؟ الملك. بس هو عاوز قصره يبقى أحلى، فجي عاوز يضم الجنينة دي بتاعت نبوت الإزرائيلي نبوت. قال له إيه؟ قال له لا، دي أرض أبائي. فبصوا يتكتب عن أخاب إيه. وده ممكن يكون بيحصل لك، أنت نفسك في حاجة في حياتك أن أنت تجيبها، وصليت لربنا أنها تيجي والحاجة دي ما جاتش وزعلت قوي. بص الكتاب عن أخاب بيتقال إيه؟ يتقال في ملوك الأول 21:4: اتجع على سريره وحول وجهه. عارفين حول وجهه دي عامل إزاي؟ عارفين العيال الصغيرة لو أنت عندك ابن صغير كده وبعدين أنت ما اديتلوش حاجة فهو تقمص. عارفين العيال لما تتقمص؟ أنا عارفهم، بنتي بتتقمص ساعات. فتخش وبعدين إيه؟ ما تبص لكش، تبص فين؟ في الحيطة. تكلمها ما تردش عليك. ليه؟ لأن أنا مقموس. هو ده اللي حصل في مين بقى؟ يعني حصل في مين؟ ملك إسرائيل. يعني أنا لو واحد إيليان، يعني واحد من الفضاء كده جاي يعمل زيارة ميدانية للكوكب المجنون دوت، وشفت الملك دوت الملك إسرائيل وعنده قصر كبير قوي، لقيته يعني مقموس زي العيال الصغيرة، حول وجهه واكتئب. مراته بتقول له أنت مكتئب ليه؟ أقول له أنت مكتئب ليه؟ بيقول لي عشان الجنينة دي مش واخدها. بتحصل في حياتنا إن حاجة أنا نفسي فيها بس مش عارف أخدها، مش عارف امتلكها، حاسس ان قيمتي فيها. بس عاوز اقولك الفخ ان لما تاخدها هتحس برضو ان انت محققتش قيمتك، وهتبقى عاوز حاجه تانية، وهتبقى عاوز حاجه تالتة، وعاوز حاجه رابعه، وهتدوس على الناس حواليك عشان تجيب الحاجات دي، زي ما ايزابل عملت في نبوت الاسرائيلي وقضت عليه وسحقته علشان اخاب يبقى القصر بتاعه ايه؟ اكبر. انبسط في حياته بعد كده بقى 100 100، فضل مكتئب وفضل تعبان وفضل مظلم. وساعات كتيرة بنظلم في حياتنا لأن شهوة العيون مسيطرة على فكري بطريقة رهيبة. أنا مش مثبت عيني على يسوع. بس حاجة تانية تتكتب في الأعداء الرئيسية اللي بتهاجمنا غير شهوة العيون، شهوة الجسد. وشهوة الجسد لها علاقة قوي إن هي بتخش منين؟
من العين. شهوة الجسد مش زي شهوة العيون. شهوة العيون أنا عاوز أمتلك الحاجات. شهوة الجسد أكتر أنا عاوز أزني، أنا عاوز أكل، أنا عاوز حاجة مادية، عاوز حاجة تفرح جسدي. بس برضو بتخش عن طريق إيه؟ بتخش عن طريق عناية. وإحنا عايشين في عصر يعني المواقع الإباحية بصراحة مش مدمرة الشباب. يعني طبعا أنا قعدت فترة كبيرة قوي أخدم الشباب، فدايما الأهالي كانوا إيه؟ متغاظين من الشباب، من الشباب الوحشين والجيل ضايع، وانتوا الجيل الصاعد ده وحش قوي. طلعت اخده من الكبار بقى، اكتشفت ان الكبار برضو ايه حلوين يعني وكويسين ومية مية، بس عندنا عندهم ضعفات. يعني كلنا عندنا ضعفات. احنا عايشين في عصر المواقع الإباحية كأنها دايسة علينا كده، وكأنك قاعد تحت سطوتها ومش عارف تفتح بقك حتى وانت متجوز، ودخل لك فكرة معينة إن مستحيل تتحرر منها. خلينا نعيش بيها وهي كده، يعني هي الحياة مع ربنا كده، وخلينا نسلم الأمر الواقع وهو المسيح إيه هيغفر لنا. أنا عاوز أقولك ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها نصرة، في حاجة اسمها أننا ننتصر على شهوة الجسد، وبالذات المواقع الإباحية دي اللي بتخش العناية وبتدمر تفكيري وبتدمر كياني وبتدمر أسرتي. الشيطان والعالم بيقنعك انه مفيش حل، انت كبيرك ان انت ايه تسيطر عليها، يعني مره في الشهر، يعني كبيرك ان انت تتحكم فيها، ما تبقاش عمال على بطال. لا لا، في حاجه اسمها نصره، في حاجه اسمها انت تنتصر على رؤيه المواقع الاباحيه دي. وانا شخصيا اختبرتها في حياتي، وناس اعرفهم اختبروها في حياتهم، عشان ربنا ياكد انه في حاجه اسمها نصره. انا فاكر لما جيت للمسيح سنه 98 كنت غرقان في المواقع الإباحية. قعدت مرة مع حد من غير صلاة حتى كان بيكلمني، اتحررت لمدة 3 سنين. وبعد كده في 2001 ابتديت أضعف مرة تانية وارجع للمواقع الإباحية وأنا بخدم ربنا، وكنت برجع لها من حين لآخر كده كل 7-8 شهور، لحد ما أنا يمكن حكيت القصة دي في One Thing أو حسبها صح. لحد ما في مرة كنت في بيت إيل وقالوا كل 2 يصلوا، كنت ساعتها بطلع بقول تسبيح يعني، وفي واحد معرفوش صلي، ابتدى يصلي جنبي وعمال يصلي عمال يصلي، وبعدين فجأة وقف صلاة وبص لي في عينيا قال لي أنت بتتفرج على مواقع إباحية بصوت عالي. فأنا طبعا حسيت يا عم وطي صوتك، يعني ما يعني ما تفضحناش في المنطقة، وبعدين الناس دول خدام وعارفيني. طبعا كنت في موقف إنه إيه يقول له لأ أنا ما بعملش كده، فأكذب عشان منظري يبقى حلو، يقول له آه ومنظري يبقى وحش. وبعدين هو ايه يعني، طبعا احنا في وقت الصلاه احنا انتوا عارفين احنا المصريين بالذات في وقت الصلاه ده نحب نبقى جد زياده عن اللزوم وفي خشوع رهيب. طبعا حلو انك تبقى جد، بس احنا ما بنبقاش جد غير في وقت الصلاه يعني، فاحنا جد قوي. وبعدين هو فجاه زنقني بالسؤال ده، فزنقني في الكورنر ولازم ارد دلوقتي حالا. فقمت قلت له اه، لما قلت اه الهللويا يعني، طبعا هو فرحان مش هللويا ان انا بتفرج على موقع بحيه، هللويا ان ربنا طبعا اعلن له الاعلان الرهيب ده وان هو مكشوف عنه الاسرار. طبعا طز فيا بقى يعني، انا قعد يصلي لي كتير قوي. انا بعد الصلاه اكتئبت، ويعني كنت بقى حاسس بان انا صغير قوي، وقعدت يمكن ساعه داخل في نفسي قوي وحاسس بالدونيه، لحد فجاه كده ربنا فكرني بموقف ان انا كنت فعلا فيه وحش قوي. بس برغم الوحشه اللي انا فيها دي ربنا زقني واداني دفعه وشجعني وطلعني لقدام. موقف حصل في حياتي ولقيت الروح القدس بيقول لي الايه دي، ويكون العاسر منهم مثل داود. القصة دي كانت أكتوبر 2004. من الآية دي يعني هو قال لي يكون العاسر منهم مثل داود. اتقالت لي الآية دي من يوميها لحد النهاردة ما فتحتش موقع إباحي واحد. لأن في حاجة اسمها نصرة. فلو أنت النهاردة حاسس أنه مستحيل ما فيش نصرة، لا لا في نصرة. في نصرة لما أخلي عيني على المسيح أعيش معاه، بتغير كل يوم، هلاقي ان انا بنتصر 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 في اسم يسوع. وانا جاي اتحداك، انا عارف ان انا بدوس على رجل الناس. في ناس النهارده بتقولي لا ما تقولش كده، ما تتعبناش، انت كده بتضغطنا. ما اقدرش ما اقدرش، لانه تعرفون الحق والحق يحرركم، في حريه باسم يسوع. بس مش بس دي شهوه الجسد، سيبكم الشباب بقى، خلينا نروح للكبار. ابقى متجوز واخش الكنيسه وبص على واحده تانية غير مراتي، ما اشتهيهاش، مش شهوه جسديه بس يعني اللي هو زنا، لا اتخيل ان هي دي مراتي، واتخيل ان انا عايش معاها، واقول يا لو كنت عايش معاها بدل الشخص اللي انا عايش معاه في البيت اللي دايما بتخانق معاه. وتبتدي الفكره دي تتطور، وتبتدي الفكره دي اسبوع ورا اسبوع ورا شهر ورا شهرين ورا 3 شهور، وتخش في خيالات عظيمه وتخون في فكرك
مراتك اللي انت اتجوزتها، اللي انت يمكن قررت انك تتجوزها وانت صغير. ساعات في ناس بيجيلهم الفكره دي، انا قررت يمكن وانا شاب طايش اتجوز الست دي، فالقرار ده كان مش حكيم قوي. دلوقتي لما كبرت انا بقيت ايه اكثر حكمه، يعني فاعرف اختار صح. عارفين كتاب مقدس بيقول ايه؟ افرح بامراه شبابك اللي انت ارتبطت بيها في الاول. وانا ممكن والست بتعمل كده، ان انا ابص لراجل تاني واتخيل ان انا متجوزاه والبيت يحصل فيه ايه؟ يضلم، لان انا سمحت لعيني ان تخش لها فكره لذهني والبيت يتدمر. اوعى تعمل كده. والنهارده توب، قول له يا رب نظف عينيا، نظف عينيا من القرف اللي انا عمال اتخيله كل اسبوع. على فكره التخيلات دي ممكن تكون مش بيجي لك في الشارع، لا لا لا، انت بتيجي الكنيسه وتتخيل الخيالات دي. النهارده قول له يا رب نظف عينيا، نظف عينيا من الحاجات اللي بتخليني مضلم وتخلي حياتي منفره لمراتي وجوزي وعيالي والمجتمع اللي حواليا. دايما في الجوازات، يعني دايما بص، دايما دايما لازم اللي بيتكلم في اي جوازه ايا كانت الطائفه، يعني حتى هنا في كنيسه قصر دبارة، لازم ايه نروح للست في النصايح العروسه نقول لها ايه؟ ما عندناش نصيحه غيرها، نقول لها اخضعي لجوزك، اخضعي له زي ما كانت مين بتعمل؟ زي ما كانت ساره بتعمل. ان ساره كانت بتنادي جوزها بتقول له يا سيدي يا سيدي. انتوا عارفين امتى ساره قالت لابراهيم يا سيدي؟ دي حته بتفرق معايا قوي. لما ربنا جه يقول لابراهيم هيكون عندك ابن، ساره كانت ورا الستاره او في الخباء وبتسمع الكلام الحديث الداير. فحصل ايه فاكرين؟ قالت ساره فين؟ في بطنها، كيف يكون لي هذا وسيدي قد شاخدي. المره الوحيده اللي ساره قالت فيها عن ابراهيم سيدي. بصوا قالتها ازاي؟ قالتها بالبق كده لابراهيم يا سيدي يا سي السيد، ولا قالتها فين؟ في قلبها. واصلا كان هو ده الموضوع، ولا كانت هي اصلا بتقول جمله لها علاقه بموضوع تاني؟ جمله لها علاقه بموضوع تاني، بس لان هي عارفين الجمله دي بتقول لي ايه؟ الست دي محترمه جوزها قوي قوي قوي. فين؟ جواها ولا براها؟ جواها. على فكره هي من براها كانت بتتخانق معاه، يعني ساعات تقول له ظلمي عليك ويختلفوا مع بعض، بس من جواها شايفاه غالي، شايفاه كبير، شايفاه عظيم. شايف مراتك كده؟ شايف جوزك كده؟ وابراهيم ده كان عمل عمايل فيها؟ ما تتعملش يعني. يعني لما يروح مصر ويقول عليها دي اختي، المفروض ساره دي جواها كده تحتقر جوزها ولا لا؟ بس بعد القصه دي هي جوه قلبها شايفاه ايه؟ سيدي. هي شايفاه اعظم واحد، هي شايفاه غالي قوي، والزوج شايف مراته اغلى واحده. احفظ عينك من الحاجات اللي بتدمر حياتنا وبتخلينا مضلمين. يمكن حكيت القصه دي هنا مره قبل كده، بس عمري ما هنسى القصه دي. كنت راجع من بيت الوادي يمكن في 2017، في يناير 2017، طول الطريق عمال افكر في ناس انا متغاظ منهم، عملوا وسووا وبيتكلموا على بعض والدنيا سودة، وعمال طول الطريق بتكلم في عمال افكر الافكار دي لوحدي. اول ما رجعت البيت جوايا كده حسيت صوت بيقول لي انت الساعه ساعه ونص اللي فاتت في حياتك دي ضاعت عليك، ضاعت عليك لانك قعدت تفكر في افكار فعلا هبله حقيقي. بعدها بثلاث اربع ايام كنت برضو راجع من بيت الوادي، واول خمس دقايق ابتديت افكر في نفس الافكار بتاعت الدينونه دي، وانا افتكرت قلت لا مش هعمل كده، انا هركز على المسيح وهبتدي اسبحه في الساعه اللي جايه دي وانا راجع من بيت الوادي. ودي العين البسيطه، وساعه ما ابتديت اسبحه انا نضفت واتغسلت واستريحت. خلي عينك بسيطه مركزه على المسيح، هتنور كلك وتلاقي النور فعلا بيطلع منك بدل ما اغلب كلامنا كلام سلبي. بس اخر حاجه عاوز اختم بيها خالص، ان عيني محتاجه تشوف الواقع كله. احنا مش شايفين الواقع كله، احنا شايفين نص الواقع. فاكرين القصه اللي جت في ملوك الاول، سوري انا اسف، ملوك الثاني اصحاح 6، لما غلام اليشع شاف جيوش مصطفى حوالين المدينه. فاكرين ملوك الثاني اصحاح 6 عدد 15، لو ينفع طلعها مينا، بيقول كده: بكر الخادم رجل الله وقام وخرج، وإذ جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات في المدينة حول المدينة. فقال غلامه له لأليشع: آه يا سيدي كيف نعمل؟ إحنا محتاسين حوسة رهيبة، زي السؤال اللي أنا وأنت بنسأله لما نشوف ظروف صعبة في حياتنا. فأليشع عمل إيه؟ الجملة اللي كلنا حافظينها: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى الصلاة دي،
صلى إليشع ونفسي نصلي الصلاة دي النهاردة. قال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر. أبصر حاجة في الواقع غير المرئي. إذ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. وإحنا كتير قوي عينينا مقفولة على العالم الروحي. احنا دايما مركزين على الواقع المادي، على الواقع المادي، مش مصدق ان ربنا ممكن يعمل حاجه عظيمه، مش مصدق ان ربنا ممكن يتدخل بمجد عظيم فعلا في حياتي بمعجزه رهيبه ان هو يقدر يغير. وانا بصلي النهارده ان ربنا يفتح عينينا على عالم غير مرئي هو يقدر فعلا يتدخل فيه بكل قوه. من اسبوع كده كنت بخدم في مساء الاحد وكنت بتكلم عن يونان، واتكلمت في المشكله بتاعت يونان دي، انه ازاي في علماء وناس لاهوت مسيحيين بيقولوا يا جماعة مش ممكن يونان ده يكون دخل فين؟ في بطن الحوت. مستحيل، الحوت أصلا بقه أصغر من يونان. وطبعا قلت لهم في مساء الأحد إيه؟ طبعا ده كلام فاضي. ليه؟ يعني ليه كلام فاضي؟ أولا إحنا 70% من الخليقة السمكية إحنا لسه ما شفناهاش، ده العلم بيقول كده، لأن دي جوه البحار. يعني ممكن الخليقة اللي برا البحار نكون شفنا 90% منها، إنما جوه البحر صعب قوي. فالناس بتقول أنت على القليلة تلتين الخليقة السمكية ما شفتهاش، ده أولا. ثانيا في حاجة اسمها السبرم ويل، ده نوع معين من أنواع الحيتان بقه ياخد إنسان، ده معلومة علمية يعني. بس الناس حتى بتقول إيه، حتى يا عم لو اللي مع يونان ده كان السبرم ويل ودخل جوه بطنه مش هيعرف يتنفس أكسجين، مفيش O2 جوه، بيتنفس حاجات مش عاوز أحكي لك عنها بقى، فحيموت. يعني حيموت بعد أول 5 دقايق. بصراحه انا قبل الوعظه كان نفسي اجيب لها برضه تفسير علمي، فكلمت يعني الناس اللي هم بقى ايه يعني بيدرسوا الادله العلميه والبراهين وكده، فبعت لحد فيهم يعني وقلت له انت ازاي بتفسر قصه يونان؟ رد عليا رد بسيط قوي، قال لي هي معجزه بس. خلصت يعني الموضوع، يعني الموضوع خلص يعني، هي معجزه، معجزه يعني، يعني هو الكتاب ده معجزه. وبعدين لو انت عندك مشكله في ان يونان دخل بطن الحوت هيبقى عندك مشكله افظع ان يسوع المسيح عمل ايه، امن الاموات، انه دخل في بطن الارض مات وبعد 3 أيام قام الاموات. والغريب ان يسوع لما كان بيشير للموت والقيامه اشار لقصه مين بالذات؟ قصه مين؟ يونان بالذات يعني. فهو صانع معجزات. وحكيت القصه دي يوم الاحد، عارفين وانا راجع بالعربيه دايما في شيطان جنبي كده يعني شغال، مش عارف شغال معاكم ولا لا، يعني جنبكم برضه ولا شغال؟ شغال. انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكر الناس اقتنعت؟ يا عم معجزات ايه؟ الراجل دخل في بطن الحوت، ما فيش عالم غير مرئي. الفكره بتاعت الشيطان عاوز يقول لي، مش عارف بيقول لك ولا لا، عاوز يقنعك بالفكره دي، ما فيش عالم غير مرئي، انتوا يا جماعه بتهزروا، الحقيقه هي العالم المادي اللي قدامنا. تاني يوم الصبح بقى الساعه 9 الصبح كنت بشرب قهوه مع القسيس محب ميلاد، تاني يوم على طول يعني، وحكيت القصه دي في اجتماع الاثنين قبل اللي فات، بس عاوز احكيها مره تانية. كان بيقول لي كده، بيقول لي كان مره قاعد في ستاربكس، وهو قال لي احكي القصه دي، انا خدت اذنه وخدت اذن الراجل اللي هحكي عنه القصه دي. بيقول لي كنت انا قاعد هو وساره ومراته مع بنت ثالثه وعاملين يتكلموا، فجاه محب حس جواه بصوت غير عادي ان في شخص هناك قاعد في الكافيه دوت، روح كلمه وقول له ربنا بيحبك. محب قاعد يقاوم الصوت ده كتير قوي 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 ربع ساعة، لحد ما البنت اللي هو مراته قاعدين معاها جالها تليفون، فقام محب قايل لسارة مراته أنا جوايا الصوت ده أعمل إيه؟ فمراته قالت له إيه؟ طبعا روح قول له. أشجعك لو أنت جوزك قال لك كده يعني مش عارف بقى تعملي إيه، بس هي سارة قالت له روح قول له. فمحب راح للراجل، طبعا الراجل مكشر بيشرب سجاير بشراهة، واضح ان هو كان يعني على درجة عالية من التنشنة، يعني حاجة صعبة حصل له. فمحب قال له صباح الخير، فالراجل بص له قال له صباح النور. فمحب يقول له انا عندي رسالة من ربنا ليك، فالراجل بص له كده قال له نعم. نعم دي يعني انا ليه اصريت ان اقول الجملة دي؟ نعم دي معناها ايه؟ ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ والراجل قال له يعني ايه يعني؟ ليه بيقول له يعني ايه يعني؟ لان ما فيش عالم غير مرئي. هو بلاش العبط اللي انتوا فيه ده يا جماعه، بلاش تقعد تقول انا عندي رساله من ربنا. فمحب قال له طب معلش ممكن اقعد معاك؟ فالراجل عمل له كده يعني حتى ما قالوش اتفضل. فمحب قال له بص ربنا عاوز يقول لك ان هو بيحبك قوي قوي قوي. وبعدين خدوا الجمله اللي جايه دي بقى، وان ال 11 سنه اللي فاتوا في حياتك كنت حاسس فيهم بالوحده، ربنا ناوي يغيرهم. تمام؟ فطبعا الراجل ابتدى يرتبك وابتدى فعلا يتوتر جامد قوي، وقال له انت عرفت منين؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ طبعا محب ساعتها كان طالب اوبر، فالاوبر وصل،
فمحب قال له للاسف انا همشي بس ده الكارت بتاعي دي نمره تليفوني لو عايز نتقابل مره تانية ممكن نتقابل. بعدها بيومين اتقابله الراجل مبدئيا لما قعد معايا قال له انا من ساعه ما اديتني كارتك دخلت على اليوتيوب وجوجل وشفت انت مين, انت طلعت راجل يعني بتقود مؤتمرات صلاه وبتقود تسبيح وبتوعظ, ده ايه اللي خلاك تقعد معايا يعني, ده ايه المحبه دي ان انت تيجي تقعد معايا؟ وبعدين قال له القصه دي, قال له انا من 11 سنه انفصلت عن مراتي وابني وبقالي 11 سنه لا شفت مراتي ولا شفت ابني, يعني ابني ما شفتوش بقالي 11 سنه. وعاوز اقول لك حاجه تانية, انا طول 11 سنه دي ما قعدتش قاعده انا واحد تاني قاعده كده بيني وبينه افضفض له, فانا حاسس بالوحده. قول لي بقى انت عرفتها منين؟ قول لي بقى عرفها منين؟ حد يفسر لي الموضوع ده. لا وبايه يعني, مش 10 15 سنه, مش 10 20 سنه, لا يقول له ايه 11 سنه, 11 هي 11 تمام. وكنت بقرا الايه دي في كورنثوس الاولى الصحة 14 اللي هي بتقول ايه, ان كان الجميع في الكنيسه يتنبؤون ويدخل حد مش عارف ربنا, حد عامي, فيوبخ من الجميع, تكشف اسرار قلبه, يعني السر اللي جوه قلبه ايه يتكشف, فالراجل ده هيقول ايه, بالحقيقه الله يوجد فيكم, ربنا فعلا جواكم, لان في عالم غير مرئي ربنا بيتدخل فيه بيسيطر عليه وبيصنع معجزات رهيبة. انت عينك مفتوحة على العالم غير المرئي ده ولا لا؟ انت مدرك ان ربنا فوق القوانين الطبيعية لان هو اللي خلقها وبيتدخل احيانا فيها علشان بيحبك ولا لا؟ انا عاوز اصلي النهاردة ان عينينا تتفتح, امين, وان عينينا تبقى منورة, امين, وان احنا نكون نور في وسط البلد اللي احنا فيها, فالبلد دي باسم يسوع النور يملاها, امين. ممكن فريق التسبيح يطلع واحنا بنرنم كده, املى عينيا بجمال يسوع, املى خيالي بجروح يسوع. بفتكر الآية دي للأعمى من أشهر المعجزات, معجزة الأعمى. وقال الآية دي في يوحنا 9 عدد 11, عاوزك تسمعها كده وتصليها. لما يسوع قال له روح اغتسل في بركة سلوام, بيحكي الحكاية, هو بيقول كده, مضيت واغتسلت فأبصرت. أنا عملت اللي يسوع قال لي عليه وغسلت عينيا, ولما غسلت عينيا خفيت. ورؤية 3 عدد 19 بتقول الكلمات دي, كحل عينيك بكحل فتبرأ فتتشفي فتعرف تشوف بجد. وانا بصلي النهارده ان احنا نتشفي. لو عينك بايظه حط مرهم عليها, الكحل يعني دواء يخفف عيني. فالنهارده غمض عينك كده وقول له يا رب اشفي عينيا, اشفي عينيا, اشفي عينيا يا رب باسم يسوع, اشفي عينيا باسم يسوع. يا رب خلي عينيا تكون بسيطه, تكون مركزه عليك. اشفيني يا رب من شهوه العيون, من شهوه الجسد. يا رب خلي عيني تشوف العالم غير المرئي. خليني اشوفك يا رب, خليني اشوفك ان انت القدير, ان انت العظيم, ان انت ملك الملوك. يا رب بدل ما اقعد عيني مركزه على الاسود وعيني مركزه على السلبيات وفيها خشبه كبيره قوي, يا رب خلي عينيا تكون مليانه بيك, مليانه بيك. لو عاوز النهارده بدايه جديده في حياتك, يمكن مؤمن بقالك سنين بس يمكن مضغوط بحاجات كتيره في حياتك ومتشتت بحاجات كتيره في حياتك, اشجعك واحنا بنقول الكلمات دي اقف معايا, اقف معايا وقول له املى عينيا بجمال يسوع, خليني اركز على يسوع, اغسل خيالي, خيالي محتاج يتغسل بالصليب بجروح يسوع, فاشبع بيك, اشبع بيك يا رب, وعيني تكون منوره, السراج ده يضيء وجسدي كله يكون مضيء, ونور بنورك للناس في اسم يسوع. املى عيني بجمال يسوع, اغسل يسوع, فلا أحتاج في أي جوع أن أشبع من سواك.
محتاجة ترجع للشركة دي مرة تانية. ده اللي كنا بنتكلم بيه امبارح في ليلة الصلاة، ان ارجع ربنا يبقى صديقي، ياخدني ياخدني كده في حجاله وفي عرشه وفي المكان اللي هو فيه بعيد عن اي شوشرة، اتكلم معاه، ابص لعينيه، اتكلم كلام عميق من جوايا واسمع صوته بيملى كياني. عناية تكون بسيطة، مركزة عليه هو وحده، مركزة عليه هو وحده. مش بعمل زي حواء متشتت بامور كتيرة، متشتت بالشجرة، متلخبط بعيد عنه. يا رب انا بصلي لاجل ان في ناس كتيرة النهاردة موجودة في الكنيسة ويمكن بتتفرج علينا في الشاشة، محتاجة ترجع لك النهاردة، يعني محتاجة تقعد معاك كل يوم قاعدة مشبعة وغنية. واحنا بنصلي الكلمات اللي جاية دي، خدني قدام عرشك، وريني جمالك، وريني عينيك، فصرخ واقول جميل جميل جميل. تطلع الصرخة دي مني، تطلع الصرخة دي مني ان انت عظيم. لو انت جواك الاحتياج ده ان الشركة ترجع مرة تانية، ان القعدة مع ربنا ترجع مرة تانية، صلي الكلمات دي، صلي الكلمات دي وخليك واقف. قول له يا رب كفاية ضلمة في حياتي، كفاية تخبيط في حياتي، كفاية الضيق اللي أنا فيه دوت والناس بتنفر مني ومنك. يا رب عاوز الشركة ترجع مرة تانية، وريني عينيك، وريني جمالك، وشوف عينيك جميلة يا يسوع. نتملي بيك، نتملي بيك، نتملي بيك يا رب. نشوفك قدير وعظيم، نشوفك جميل. شجعك قوي الدقيقة اللي جاية دي، صلي مع اللي جنبك، صلي ان ربنا يفتح عينيه على المسيح، وتكون عينيه بسيطة بيركز على المسيح، وتكون شايف المسيح قدير. صلي الصلاة بتاعت إليشا على أخوك ولأختك، يا رب افتح عينيه فيبصر. افتح عينين الكنيسة يا رب في اسم يسوع، عينينا تركز عليك ما تتشتتش. عايزين نشوف الحقيقة كاملة يا رب. افتح عينينا زي غلام إليشع، نشوفك يا رب متدخل في حياتنا، نشوفك إله قدير في حياتنا. فنيجي نصلي بإيمان، نيجي نصلي بكل قوة لإخواتنا والبلدنا، وننور يا رب البلدنا باسم يسوع،
ونشوف ايدك القديرة بتمتد بكل قوة في وسط الضلمة، وتحول الضلمة لنور، وتحول الموت لحياة باسم يسوع. افتح عينينا، خلينا نصرخ بالكلمات دي. شوق السماء، شوق السماء اللي بتشوفه عنينا، اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. انا عارف ان انا بتكلم اتكلمت علينا احنا، اتكلمت على عينينا احنا، بس اعتقد مهم قوي في يوم زي ده، بالذات في كنيسه زي دي، ان احنا نصلي لشعبنا ان عينيه تتفتح في اسم يسوع. خلينا نهتف كده ونقول له افتح يا رب عيون الشعب ده فيتوبوا، يتوبوا ويرجعوا ليك، يشوفوا ان يسوع المسيح هو الاله الحقيقي ابن الله. يا رب افتح عينينا وافتح عينين شعبك باسم يسوع. صلي معانا كده قبل ما نقول الكلمات دي، صلي صلي. مكتوب كده ان يسوع لما هيجي هيقول للاسرى اخرجوا وللذين في الظلام اظهروا. يا رب بنصلي ان انت تعمل كده. خرج يا رب ناس كتيره
من قبضة إبليس، خرج ناس كتيرة رب من عمى روحي. يا رب افتح عينين ناس كتيرة في بلدنا فتشوفك باسم يسوع، يعرف اسم يسوع في أرض مصر. يا رب يعرف أن أنت المخلص الحقيقي، يعرف أن أنت الشافي، يعرف أن أنت الملك، يعرف أن أنت الأول والآخر، البداية والنهاية. يسبحك ناس كتيرة في أرضنا، ناس كتيرة رب لما تعرفك تسبحك وتجري عليك وتجري عليك تجري عليك. يا رب أشكرك أنه يسوع يسوع يا رب تجري إليه أمم كثيرة رب في منطقتنا اللي احنا عايشين فيها. افتح يا رب عيون شعبك، خلينا نصرخ ونهتف بالكلمات دي لبلدنا وأرضنا باسم يسوع. افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، اغفر خطايا ويرد عليك وعلى الخطايا يدوس. افتح يا رب افتح وافتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، اغفر خطايا ويرد عليك وعلى الخطايا يدوس. وان كان في وسطنا حرام قدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عالي يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، واقفين امامك شعبك هنا واقف امامك جايين بهما قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بالدم شعبك القدس، عمل صليبك يا مخلص واحنا جينا لك نتخصص، شعب المسيح مفروض. I mean...